صراحه اجواء زوينه رمضانيه، جينا نساندوا الفريق ديالنا الرجاء البيضاوي وان شاء الله مربوحه، وكاين واحد الاجواء زوينه صراحه. واخا التذاكر كانوا غاليين حنا ما عندناش مشكل، جينا نساندوا الفريق ديالنا ما عندناش مشكل ثمن التذكره، وان شاء الله يكون خير ومربوحه ان شاء الله، ونتمنى الفوز للرجاء البيضاوي، ونتمنى ما يكون لا شغب لا والو، تكون روح رياضيه داخل الملعب خارج الملعب، نتمنى نرجعوا كاملين بخير ديورنا. اليوم جينا نساندوا الفريق ديالنا في الاجواء الرمضانيه اللي يعني واخا التذاكر كانوا شويه مرتفعه، ولكن جمهور الرجاء معروف عليه، قطع حتى ب 400 500 درهم يقطع جمهور الرجاء معروف عليه، وان شاء الله اليوم معولان شي 3 بوان يعني ضد الغريم ديالنا راه التقليدي اللي معروف في الوداد، وان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله، وبون كوراج للدراري. الرجاء سي نورمال، حنا نمشيو معاه فين ما كان الفطور، وعاد بالعكس هذا بحال عندنا عيد اليوم ان شاء الله، نجيو نشوفوا الخضره ونربحوا وديربي ونفرحوا، شحال ما فرحنا بهذا. نتفرجوا في الرجاء خويا ونسعى للمربوحه، جينا في طرف التيران ان شاء الله ثاني مره غادي نسعى، نربحوا ان شاء الله جوج لواحد. الاجواء حنا اليوم غادي نربحوا ان شاء الله 3 بوان. واخا هما قد جاو ولا ما جاوش حنا ما فهمناش داك الشيء، هما ديما ما كيجيوش اصلا. حنا اليوم غنربحوا ان شاء الله جوج زار. الله يمالك يا حافظ.